أنا رشيد الطاش من ائتلاف مجموعة شركات السنوسي للنسج الألبسة ومطردون يتعز السوفيان منذ 2009 و2013. احنا المشكل ديالنا هو عندنا تنفيذ أحكام اجتماعية قاضية باتة قاضية بقوة الشيء المنطق به اللي هي أحكام داخلة في النفذ المعجل، ولحد الآن منذ آخر حكم اللي صدر في 2014 لحد الآن بقات الأحكام قيد الرفوف. لا اكثر من داكشي هو عندنا تمديد المسطرة في حق المسير الفعليين، تمديد المسطرة معناتها بأن الديون ديال الشركة تولي الديون الشخصية، وكاين مجموعه من الممتلكات اللي محجوز عليها، ولكن لحد الان بقات ما تتباع ما سميتو، بقى داكشي ستاند باي من المنقولات اللي كانت بقات تصيب 3000 بقى تساوي الثمن. هذه الاولى. ثاني حاجه اللي خلانا نهبطوا اليوم هو كاين واحد الحكم اللي عطى ديون امتيازيه لواحد المحامي اللي هو اون باراليل محامي ديال البنك ومحامي ديال 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 المحكمه. هذا المحامي برم واحد العقد مع المحكمه وتعطاو الديون ديالو ولا ديون امتيازيه، وبالتالي فان هاد الفلوس كامله اللي كاينه سواديزون في الصندوق اللي كنا تنصبوا شروا امال باش تفرق علينا ولات من حق هاد المحامي هذا. لحد الان ما عرفناش لان الامتياز فتنعرفوا حنا الامتياز في الدو في تعطى الاحكام الاجتماعيه والعمال سورتو فيما يخص المنقولات، الحال ان هناك منقولات وكنحز على هاد الفلوس هذه. تنتمنوا يكونوا اذان صاغيه في هذا الملف، تنتمنى رئيس الحكومه يدخل شخصيا وزير العدل ان تنفيذ الاحكام الاختصاصات ديالهم ونشوف هذا الملف على الاقل يقولنا شنو وقع في هذا الملف باش حنا هذاك الباسيز الامل اللي تنقولوا حنا دوله الحق والقانون نعرفوا واش نمشيو عليه ولا نقولوا لا راه ما بقى ما يتقال، نمشيو نقصوا في ديورنا ونقول فور الامر من الله عز وجل. كريمه تمثلت تولد العنجيري، حنا عمال مطرودين طرد تاع السوفي، شنو هي الاسباب ما عرفنا، صيفطونا سيمانه رجعنا لقينا الشركه سدات، مع من غتهضر ما عرفناش، صافي لقينا براسنا بان احنا ولينا تنجيو المحكمه، شنو السبب ما عرفناش ان السيد صافي ما نعرف ليه، لقينا راسنا احنا المهم لقينا راسنا احنا في المحكمه، تابعنا احنا الدوسي ديالنا عادي بحال اي واحد عنده دوسي في المحكمه، عندنا حقوقنا يعني بالنسبه عندنا حسابنا في الورقه، ولكن باش نشدوه ما كاينش. ملي تنجيو لهنا كل مره تيصيفطنا واحد عند واحد، ما عرفناش حنا دابا اللي تهضري معاه ما تيعطيكش راس الخيط، اللي مشيت تمشي عند المحامي تيقول لك راه الفلوس كاينين باش غادي يعطيهم لينا هذاك غير ماشي كلهم، غيعطوك غير بعدا واحد البركه قليله، ما عرفناش هاد البركه هذه شكون اللي غادي اللي يعطيها لك، كل واحد تيتلاعب بك تيقول لك انا ما عنديش، الاخر يقول لك انا ما عنديش انا ما عنديش، حنا بالنسبه لنا حنا ما تنعرفوش بالقانون، حنا تنطالبوا من الناس اللي تيعرفوا بالقانون يشوفوا لنا هذا المشكل مناش ويدخلوا، حنا تنطلبوا من اي واحد عنده علاقه يشوف من حال هاد الناس، راه اغلبيه راه عيالات، اغلبيه عيالات هازين الاسر ومعانا رجال ميكانيكيين ها هما معانا واقفين مساكن يلا، وكاين اللي مات، كاين اللي تشرد، كاين اللي خدامه هي وراجلها كانوا خدامين معانا طلقوا، كاين شحال من حاجه يعني شحال من ظروف اللي جينا نعاودوا راه بزاف، قسما بالله الا جيت نبقى نعاود كل وحده الظروف ديالها راه ما غاديش تقاضى. حنا دابا ما طالبوا حتى شي حاجه، تنطالبوا حنا عبر المحكمه انها تعطينا حقنا، ما طالبين والو، ما تنسعوا حتى شي حاجه، تنسعوا الله سبحانه وتعالى يعطونا هذاك الرزق، راه خضر اني يحل لي باب الرزق بلاصه وحده اخرى، نقدر ندير فيه مشروع، نقدر ندير فيه شي حاجه، لان اللاج ديالنا ملي تيكبر حتى واحد ما غيبقى يقبل عليك، وحنا دابا بالنسبه لك دابا ولات اي واحد تيقول شكون اللي غيقبل علينا، ما غيقبل علينا حتى شي حد. حنا دابا راه جالسين حنا بغينا يعطينا غاديك البركه، انا ندير غالب غندير غنبيع القزبو، يعني باش غنبيع القزبو خاصني راس المال، انا ما عنديش يلا انا ما عنديش منين غنجيبو، انا كنطالبو يعطوني حقنا، يعطوني حقنا هادشي اللي تنطالبو به، ما بغينا حتى شي حاجه، حنا تنقولو حسبي الله ونعم الوكيل، الا كان شي واحد تيتلاعب لينا بالدوسي ديالنا، هادشي اللي تنطالبو، وتنطلبو من سيدنا، تنطلبو من سيدنا انه يشوف من حال هاد العمال، انا تنقول اي واحد عنده شي مشروع، حنا بدينا معاه من ازيرو، تبارك الله ولا لاباس، مني ولاد جرى علينا حنا، حنا اللي طلعناه، حنا بدينا معاه من ازيرو. بدينا معاه السيد من ازيرو، كنا بدينا غير في كراج صغير بقى غادي تيطلع، يعني حنا كون ما كناش خدامين ومحبين للخدمه ديالنا ما غاديش يطلع هو، وكون ما كانوش العمال ما غاديش يطلع هو، حنا اللي تنخدموا اليد العامله راه ليها فضل في اي حاجه،
راه اليد العامله راه هي اللي تتوصل اي واحد تتوصلو. اليد العامله راه مهمه في المغرب، لان ما كانش اليد العامله حنا تنطالبوا منهم انهم يشوفوا لنا حل. بغيتي تسد حنا ما قلناش لك بغيتي ما تسدش، بغيتي تسد جلس مع الناس، جلس مع الناس اللي عنده حسابه مثلا عنده 10 مليون ولا 20 مليون عطى تعطيه غير اللي عطيها 3-4 يعني، وتفك معاه بالتي اخر. الانسان ماشي يخرج على الدس ما عنده حتى ريال، راه اللي كان تيشدو في الشهر كان تيحطني حتى تيخرج طويل، وانت تجي تسد ما عرفتش لك اسره بان انا راه ما سديتش عليا، انا راه سديتي معايا اسره، راه عندي وليدات، عندي مصاريف، عندي عائلتي، عندي مثلا خويا مريض، عندي شحال من حاجه. انت جيتي سديتي على واحد راه سديتي على امه. حنا تنطالبوا منهم انهم يراعيوا الناس، العمال يراعيوا ليهم، يجلسوا معاهم، يجلسوا معاهم ويقولوا لهم شوفوا حنا عندنا مشاكل ما نقدوش، الا كنتي غتخدم 1000 خدمت 100 يعني، وانت والاخرين تتعطيهم واحد الحساب ديالو وتبقى انت مزيان مع عباد الله، وانت الانسان تيمشي وهو راضي. وتنقولوا لهم اي واحد اللي تيتلاعب بهذا الدوسي هذا راه الله فوق منه. حنا طالبين غير حقنا، ما طالبين حتى شي حاجه، راه اليوم حنا كاينين هنا غدا غيكونوا هما هنا، وحسبي الله ونعم الوكيل. حنان السمري من لي زاتولي دو لانجري. بصراحه دخلنا اليوم عند القاضيه ولكن للاسف ما كانش شي حاجه، شي جواب اللي هو مقنع. قالت لك تسناو تنشوفوا الاحكام ديالكم فوقاش. حنا بصراحه عينا ما نتسناو 10 سنين، اش من 10 سنين 11 عام هذا وحنا كنتسناو، ولكن للاسف ما كانش اللي جاوبنا. حنا بغينا حقنا من هاد الطاغيه هذا اللي هو جالس يتسارى وتيدير المشاريع ديالو، وحنا الناس مساكن جالسين هنا تيموتوا، جالسين المراض اللي مسكين كلا ليه السرطان، لحمو اللي والديه مشردين ليه بزاف ديال الحوايج. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم كاملين، ولا هذاك الطاغيه. حنا بغينا ربي يبين فيهم العلامه، لان ما بغاوش ياخذوا لنا حقنا. تنقولوا كاين الحق والقانون في البلاد، ولكن للاسف حنا تنجيو ما شلنا لا حق لا قانون. بغينا بصراحه رئيس المحكمه يشوف من هذه الحاله ديال هذا الملف اللي مده ديالو 11 عام وباقي ما بغاش يعطينا الحق ديالنا. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه يشوف معنا ويدير معنا حل في هذا الشيء اللي واقع. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.